كاب كيك بالشوفان، عندي فيه جوج بيضات، فانيا وحده، نص كاس نتاع العسل، كاس ديال الحليب، جوج بنانات، ثلاثة الكيسان ديال الشوفان، والفواكه الجافة اللي متوفرة كلها هذا تنقدر تنهرمشها، خمارة وحدة حمراء. المهم العناصر كلها ديك من جوج بيضات وفاني ونص كاس ديال العسل وكاس ديال الحليب ودوك جوج البنانات وخمارة وشوية الملح. هاد العناصر كلها تنخلطها في الخلاط صافي، وتنخويها في واحد الليبول، وتنزيد دوك ثلاثة الكيسان ديال الشوفان هكاك فاينين مع الفواكه الجافة المهرمشة صافي، وتنجيب الكويغطات ديالي وتنخوي. هذا الشوفان ما تيطحنش، تنخليه هكاك ديما فيها لا دقيق لا والو، غير الشوفان والفواكه الجافة مع هاد العناصر اللي قلت لك، وتنخويهم في الكيسات ديالي وتندخلهم للفران. غتجيو شي حاجة زوينة، كاب كيك بالدقيق الكامل ودقيق العدس. هذا دخل فيه العدس، راه وليت لك البارح البارح. هذا فيه انت فيه كاس ديال الزيت، تندير فيه كاس ديال الزيت بلدية، ثلاثة البيضات، نص كاس ديال العسل مع شوية الملحة، كاس ديال الحليب، جوج خمارات حمر، وجوج معالق ديال الجنجلان محمر ومطحون، ومعلقه كبيره ديال زريح الكتان حتى هي محمره ومطحونه. المهم تنخلط هاد العناصر كلها مزيان، دوك داك ثلاثه البيضات مع كاس ديال الزيت بلديه مع نص كاس ديال العسل وضروري الملح هادي وكاس ديال الحليب مع جوج خمارات. تنخلط هاد العناصر كلها وتنضيف ليها جوج كيسان ديال الدقيق ديال العدس محمر. هذا العدس كناخذو تنغسلو هذا ملي تينشف، تنحمرو وتنطحنو، تناخذ منه جوج كيسان ديال الدقيق ديال العدس، وتنكمل ما تبقي بالدقيق الكامل. ملي تنكمل العناصر كلها تناخذ كما العاده الكيسات ديالي، تنخوي فيه الخليط، كل وحده تندير فيها تقريبا ديك جوج معالق صافي، وتنزوق من الفوق برقائق اللوز. تيجي فن هذا باللوغو ديال العدس، كيجي شي حاجه خطيره. هو فعلا عندك الدقيق ديال الحمص والدقيق ديال العدس الصراحه كيجيو ممتازين لا في الحلوى ولا في هذه الاقتراحات، لان هذا غادي يصلح بالنسبه اللي فيهم فقر الدم عندهم. لا عندك الحق، كيجي زوين بزاف. الله يعطيك الصحه. ايضا حتى هو بالدقيق الكامل، وهذا زوقته بالتين لان التين دابا راه موجود. الشريحه الشريحه الكرموس. عندي فيه جوج بيضات، نص كاس نتاع الزيت بلديه، كاس ونص ديال الحليب، ثلاثة تقريبا هذا فيه ثلاثة الكيسان ديال الدقيق، معلقة كبيرة ديال الخل مع شوية الملح، ونص كاس ديال العسل، وجوج خمارات حمر. عندي هذا فيه جوج بيضات، نص كاس ديال الزيت بلدية، كاس ونص ديال الحليب دافي، نص كاس ديال العسل مع شوية الملحة، ومعلقة كبيرة ديال الخل، وجوج خمارات حمر، وتقريبا كانت ثلاثة د الكيسان الدقيق اللي الا ما تجمعش هذا الواحد يدير الدقيق تيشوف لا كيسيون ديالو كي دايره صافي. ملي كنجمع الخليط ديالي كله تنديرو في الكويغطات، وتنجيب الشريحه ديالي كنكون ديجا راني مقطعاها لمغص صغار، وتنغطس ديك الشريحه داخل داك من داك الخليط كله. ملي تطيب ملي تاكلي هذا اللي مظلوم تاكليها مع ديك الشريحه مع ديك الحمص. مخير